دول الفريقين رح يكونوا منافسين لبعض بالجولة النهائية. بتمنى لكم توفيق. نحن جاهزين لكل شيء. فيكي تشكريني لأني ساعدتك لحتى توصلي لهالجولة، مو مشكلة. هاي الجولة لا لا ما تشكريني إذا ما بدك، فرحتك رح تكون قصيرة لأني رح أهزمك بهالجولة. شوريا لا تكون واثق لهي الدرجة، الوقت وحده هو اللي بيحدد مين الرابح بيننا. شيء مو كتير صعب. بس كان بدي أعطيك نصيحة لليوم، تحضير الأكل بيكون بحب مو بتكبر. لازم تستخدم مهاراتك كلها لحتى تطعمي حدا من قلبك، مو تيجي وتشوف حالك بالشي اللي عملته قدامنا. تعرف شوريا، أمي تعودت تقول لما كنت صغيرة، يا هيك حضري الأكل بكل حب والناس وقتها رح يحبوه. تعرف ليش؟ لأنه هالشي بيكشف نيتك والدفى الموجود جوات قلبك. شوريا هذا الفرق بين فريق وايلت تشيليز وفريق مهك وأهلها. هاليوم كتير حلو. خلاص لا تتخانقوا. شوريا حقيقة أني كون صادقة هذا انتصاري الكبير وما بدي أكتر من هيك أبداً. إيه ما كتير تفرحي يا حلوة، هذا الشي رح يكلفك بس يوم واحد ورح تشوفي هذا الشي يا مهيك شارما لما رح تخسري. ايه اسمعي ريكيتا، انا ربع ساعة وبجي باخدك ماشي؟ جهزي حالك واستنيني، بخبرك لما اوصل ماشي؟ شوريا اللي عم تساوي كلياته غلط. لا انا عم ساوي الشيء الصح. انا بظن انه ما لازم تعمل هيك. أنا قدام البيت، يلا بسرعة. فكر مرة تانية، أنت عم تاخد خطوة كبيرة. يمكن ما كان لازم خبرك، أنا عم أعمل هالشي بعد تفكير ماشي؟ لا تقلقي. هاي الاتفاقية اللي رح تفيدنا نحن الاثنين. اتناشر مليون ونص؟ في شغلة كتير مهمة، هذا الإيصال رح ينصرف بس لما الشغل بيصير. هذا الشيء بيعني انه رح ينصرف بعد ما صرح عن اسم الفائز.
هذا غش. لك شبك ريكيتا، هاي هي المنافسة وأنا بدي أربحها بأي وسيلة ممكنة. إيه هدول اللي بيعملوا حالهم مناح وبيحكوا عن الصدق كلياتهم ضعاف، لأنه مهك دائما بتحاضرني. هلأ دوري، أنا رح أهزمها ودمر لها هذا الوهم كلياته، بس استني وشوفي. صباح الخير. صباح الخير. أنا بدي أربح اليوم ورح تشوفي. حبيبي بتمنى لك التوفيق. الجولة النهائية رح تاخدني معك لهنيك؟ طبعاً رح أخذك معي أمي. معقول أتركك؟ سلام. شوريا فيني أقول شي؟ إيه؟ احكي. ابني ما بيهم مين رح يربح بيناتكم، ما بيهم قديش الربح شي مهم. لا تفكر بهالطريقة أبداً، ما تعمل شي يترك أثر سيء عند شخص معين. ابني تذكر فوز بنتي مهك بيكون فوز إلك كمان. هذا الشي بيعني إنك متأكدة من ربح مهك، ما هيك؟ لا ابني بس. أمي ما تقلقي، أنا اللي رح أربح بهذا اليوم، لأنه ريكيتا بفريقي أنا، متأكد. يلا. مرت عمي إذا فاز فريقنا وشوريا خسر اليوم رح أعتبر حالي مسؤولة عن خسارته، وإذا نحن كمان خسرنا رح كون محبطة لأني ما نفذت وعدي لمهيت. مو مهم أي فريق بيربح اليوم، بالحالتين أنا خسرانة. شبكن؟ ليش واقفين؟ شو عم تعملوا هون؟ عمي عم يناديلكن، يلا تعالوا. إيه جايين. مهك بشو عم تفكري؟ ما بعرف مرت عمي، أنا لما شاركت بمسابقة الطباخ الناجح من زمان ما كنت خايفة هيك ولا حتى الآن، بس هالمرة صدقيني أنا محرجة كتير يا مرت عمي. بتمنى لو فيني خسر حالي وأطلع من هالجو وما زعل حدا منكم، وخلي بيت حماي وأهلي يربحوا، هيك أحسن لإلي ولإلكم. أنا بعرف يا مرت عمي إني ساويت الشي الصح لما اخترت ساعد موعد، بس ماني عارفانة ليش أنا هلأ حاسة إنه أنا أزيته لشوريا وقت وافقت إني نفسه. كل مرة بتحط ببالها هيك أمور، اهتمامات عيلة أهلها وبيت حماها بنفس الوقت. بدي منك ما تفكري بمثل هالأمور اليوم، أنتي بس ركزي بهاي المنافسة يلي رح تقدميها. سيد كنا، شو بتحب تقول عن آخر جولة رح تصير؟ ما بدي أقول أو أسمع لأي حدا، أنا أجيت لهون لأربح. الحقيقة رح نعمل كل شي بنقدر عليه لحتى نربح هالمسابقة، ورح نترك الباقي للحكام ومنتمنى نعجبهم. نتمنى تتكرر هيك. أعزوني رح نربح نراجع، يعني هاي مسابقة فريدة من نوعها. ليش رايحة بدك تشوفي هلأ؟ مهيت شو عم بتقول؟ هو ظهر عائلتنا، بس هو اليوم منافس لأنه ما تنسي هالشي. كوت شوريا انت متأكد؟ ريكيتا خلص، أنا ما عاد بدي اتناقش معك بهالموضوع نهائيا، نحن ساوينا الشي الصح مفهوم؟ انتهينا. شوريا كنا ما بيعمل أي شي غلط. ايه مهك، انا برأيي تعترفي بالهزيمة اليوم. أنا اذا هيك القصة فكرة منيحة، هيك رح تنقذي عيلتك من الاحراج. انا بس اجيت لحتى اتمنى لك التوفيق شوريا. خلص انت بس روق شوي. رايق روق. Thank you.
ما في داعي تعملي هالشي، لأنه أنا متأكد إني رح فوز اليوم. طبعاً المنافسة كانت كتير قوية. نشكر آرائكم، شكراً كتير. موفقة مهيك. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بالجولة النهائية من برنامج الطهاد. اليوم الطاهين الرائعين فريق شوريا كنا رح يتنافسوا مع فريق مهيك شارما. منافسة حلوة. الفريقين نفس الطبق، والفريق اللي طبقه بيعجب الحكام أكثر رح يكون هو الفائز. والطبق اللي لازم يحضروه هو هاد. عبارة عن رز مع كاري مميز. أكثر جزء مشوق بهالجولة أنه وصفة الطبق ما رح تكون معكم هلأ، بس بتذوق الطبق لازم تعرفوا كيف تم تحضير الطبق، ولازم أنتوا تحضروا مثله، ورح نشوف مين الأشطر. ريكيتا جاهزة؟ إيه جاهزة. يعني شلون الواحد إذا دقوا للطبق رح يعرف طريقة تحضيره؟ مهيك خدي وقتك بالأول، لازم تحاولي تفهمي شو هي المكونات الرئيسية. خدي مي بعدين رجعي دوقي الطبق كمان، وحاولي تعرفي شو هي النكهات المنضافة. ماشي؟ أنا بطلب من ريكيتا وبطلب من مهيك كمان يجوا اثنيناتهم، لأنه بالأول لازم تدوقوا الرز والكاري، وبعد ما تدوقوا الطبق وتجهزوا قائمة المكونات اكبسوا الرز. ريكيتا متأكد أنه رح تساعدينا، روحي. زنجبيل. ضيفي حليب الكركم الطازج بعد ما نطحنه بدل الكركم المجفف. الطبق بصير حامض أكتر وألوانه بتغمق. مهيك يلا سجلي المكونات بقى. مهيك خلص حاجة بكفي هيك، اكتبي شي. خلص اسكت. مهيك بتعرف شو عم تعمل. نسيت شو بتقول مهيك على طول؟ لازم نحس بالأكل، وهيك عم تعمل. متوترة كتير. شو عم تعمل مهيك؟ ليش ما عم تكتب؟ خايفة ما نفوز. ريكيتا انتبهي، ورق الكاري. استاذ ما في داعي نضيف ورق الكاري لتظهر الطعمة اكتر. استاذ انا خلصت. مهيك هلأ رفعت ايدها، هالشي بيعني انه مهيك عرفت شو لازم تحضر. روحي مهيك على حجرة المؤن هنيك وخذي المكونات اللي بدك اياها لتحضري الطبق بسرعه. بالتوفيق. شكرا. ما فينا نضيع وقت، اعطيني اياها لشوف. لسه في مكونات ما كتبتهم. انا اسف، لما بتاخذي القائمه على الغرفه ما فيكي ترجعي تغيريها. اعطيني اياها. في مكونات لازم ضيفها. أنا شفتها بالأول. بس أنا أخذتها بالأول.
دقيقة، أنت شو عم تساوي؟ هاي بزور الشمر. أنا بعرف إنهم موجودين كمان بالطبق. إذا بتوثق فيني شوريا خدهم معك. أنت بتعني لي أكثر من هاي المسابقة بكتير. أصلاً مبين في كتير مكونات ما عرفتوها، بس أنا ما فيني ساعدك أكثر من هيك. ما بدي أبداً إني اختار بينك وبين موهيت، صدقني شوريا، بس الوضع عم يجبرني. أنا آسفة. الوقت خلص انتهى، رجاء ارجعوا لمكان الشغل. جيب لي هذاك الصحن. استاذ، إذا ما هيك ربحت بهذا اليوم، وقتا نحن رح نخجل كتير قدام المستثمرين الكبار. ظاهر إنه هنا حاسين بالغش، لأنه المدام ما هيك شهر ما مرضى تتمثل فريق وايت تشيليز. وين راح شوريا بعد ما بلشنا؟ ما هيك؟ هيك بيقطعوا البندورة؟ ايه؟ طيب. لحظة، أنا ما بيهمني، ما بدي أسمع أي أعذار، مفهوم؟ الإيصال رح ينصرف، وبعد ما تخسر ما هيك، مفهوم؟ شو بدي ساوي أنا بس بتهمني النتيجة وبس، والمهم عندي إني أربح المنافسة بأي طريقة ممكنة. مين اللي واقف هونيك؟ هاي انتي سونا، شو عم تعملي هون؟ خوفتيني كتير. كنت جاية وعم دور على فطر، بس شو اللي جابك لهون؟ انا لانه اجتني مكالمة طلعت رد عليها. ماما؟ يعني شو في داعي تطلعي لبرا لحتى تردي؟ لانه الاحسن انه ما تفكري كتير، مو منيح من شان صحتك. امشي قدامي لشوف. لا وينو موهيت؟ انا قلت له يحضر السلطه. ما هيك هاي السلطه جاهزه. ايه كله جاهز. يلا بسرعه. انت شو بدك تعمل بهدول؟ الطبق جاهز بس فيه شيء ناقص. ليك دوق هاد وقلي شو رايك. كانه سخن. تاخذ العقل. كثير حلو. يعني عجبك؟ كثير عجبني طبعا. رح اعمل اي شيء بقدر عليه لفوز بهالمسابقة، ما رح خليكن تفوزوا علي. اختي قليلي انت شو بتحطي للأكل اللي حطه بيطلع كيل صغير؟ يا سلام. طبعا بدي حبها. مبين انه انتو الاثنين مبسوطين كتير. شو القصة؟ يعني الطبق كتير طيب؟ خليني ذوقه كمان. بدك تذوقي؟ ايه طبعا، ليش لا؟ يلا.
شي بياخد العقل عن جد كثير. ايه الطبق تبعك اكثر من الطبق الرئيسي، ما هيك؟ صدقيني انت اشطر طباخه بكل العالم. يلا خلوني ساعدكم شوي عشان شارك في هذا. انا واثقه انه نحن يلي رح نربح اكيد. شوف شو مضبوط. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.